هاي انتهى القرن العشرين والدنيا موجودة، وانتهى 2012 وين المايا والجماعة المايا دو؟ برضو تقويم المايا كله تلفيقات، كله تلفيقات، الى درجة انه الشعوب اللي هي اصلا منحدرة من شعوب المايا في امريكا الجنوبية مش مؤمنة في هالكلام اللي بروجوه، مش مؤمنة، المايا نفسهم بيؤمنوش بهالكلام اللي بروجوه وانتشر. بيطلعوا لكم بكرة، ليش بنحكي احنا الان، بيطلعوا لكم بكرة كمان، بكرة بيطلعوا. لكن المسلم الاصل المسلم محصن اكثر من اي امة كانت، لانه الامم الغربية على فكرة الفراغ الاعتقادي، الفراغ العقائدي، الفراغ العقائدي الموجود عندهم، وشعوب اصبحت الات، ها، والعقيدة هاي اللي بدها تعطي التصورات الصحيحة، في فراغ، هدول الناس جاهزين انه كل يوم والثاني يطلعوا لهم شيء يلهوهم فيه. ولذلك مسألة الشعوذات هاي على فكرة، السحر والشعوذة وقضية الأبراج والتفاصيل منتشر عندهم كثير، وبعض يعني في بلد زي إيطاليا في سنة معينة كان أكثر من مليار الكسبانين المشعوذين، أكثر المشعوذين نفسهم من هالمسائل هاي. اليوم طبعا أكثر، اليوم تتطور تقولوا يعني دارسين وجامعات لا 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 لا، هذه العقليات الأسطورية. هذا لما يكون فيش علم حقيقي، اقصد العلم المنتمي للوحي، الوحي اللي بيعصم. لذلك المسلمين اللي فاهمين مظبوط بتأثروش ولا هذا عالمهم، ولا هذا عالمهم. طب في عند المسلم مثلا، خذوا الشيعة كمثال، قديش في عندها اساطير الان ومزاعم، وكل يوم الثاني بيطلع لي واحد وبقول انا المهدي، وبتبعوه ناس وبصدقوه وبتمسحوا فيه، بعدين بنقتل وببين انه مش هو، بظلهم يتكلموا عنه ويتمسحوا فيه والى اخره. والى درجة اني شفت بعض الشباب العراقي، لواحد سمى حاله المهدي، قال راحوا باعوا انفسهم ارقاء، يعملوا عند ناس ارقاء هيك يعملوا ببلاش، لانه هذا هو مقدمة لرجوع الامام المهدي، لانه هذا الشخص اللي بيؤمنوا فيه الشيخ مش هو المهدي، قصدي هو اللي بده يكون السفير للمهدي، وانه كيف يظهر المهدي، انه فهاجوا هالشباب شو عملوا، باعوا حالهم لناس، واحنا بدنا نصير عبيد، وهذا من اجل، وجابوا لهم مقابلات في التلفزيونات فضائيات، وقالوا نعم احنا بنفتخر انه بعنا انفسنا من اجل انه لانه هي، ومين قايل لهم الشيخ هذا اللي انقتل بعدينه ولا يزالوا يعني بيقولوا، قال لهم انه انا يعني سفير المهدي ولازم نعمل هيك مشان المهدي يجي. وقديش ظهر عبر القرون من هذه النوعيات، وكل يوم الثاني بيطلع لهم واحد. ليش؟ لانه برضو عندهم في انحراف في العقيدة، وبالتالي سهل جدا انها تملأ بمثل هذه الاساطير اللي تزيى اليوم، صارت تزيى بازياء العلم. في ناس يعني بتأثروا بهذا الكلام، وبعضهم يمكن بتنبأوا لهم راح يصير هيك، وبعضهم بتنبأوا على فكرة بقصد انهم يغرسوا في الناس عقيدتهم هم. هذا الشيء اللي بتنبأ، هذا بتلاقيه دائما بقني للناس مشان يقنعهم بعقيدة المهدي ورجعة المهدي وعجل الله فرجه. بيستخدم هذا الاسلوب زي النصارى برضو باستخدام قساوسة، اقصد كثير بيستخدموا الكذب واللف والدوران والاخري لاقناع جماهيرهم، يعني بيكذبوا من اجل الدين، وتقتنع فيه البشر. وبالتالي طب وبعدين الوعي الاسلامي بالفكرة الاسلامية الحقة، او الحق افكار، الحق نعرف الناس الدين، يعرفوا الناس الدين، ويكون عندهم وعي في ايش، في الفيزياء والكيمياء هاي. ممكن اكثر الناس بالعكس اللي عقولهم علمية ممكن كمان يكونوا اسطوريين، مفيش يعني فيش تناقض بينهن اصلا، كيف ينشأ الانسان، ايش عقيدته جوا، في اشي عقيدة بتملأ بتعطي تفسير، بتفسر له الوجود، الكون، المعالات، التفاصيل. الاسلام الدين الحق فيش غيره اليوم، والأديان الثانية ما هي محرفة انت تعرفه، وهي أوهام البشر. طيب هذه قضية السنة السابعة، ما كلام من ضمن الكلام اللي بيجي.
من ضمن الكلام اللي بيجي. ولذلك لابد دائما يكون في مناعة مثل هذه المناعة. قلنا ايش مناعة؟ يعني في جراثيم، في لولبيات، في فيروسات، في كذا. الحل مناعة الجسد. والقضية نفسها الحل انه دائما احنا نوعي الناس بالقرآن بالسنة، يفهموا الاسلام، خلاص بصيروا محصنين، بصير في مناعة.